تطوق مئات الحرائق وسط وشمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فيما يعتقد أنها أكبر موجة حرائق غابات في تاريخها. حرائق تسببت إلى الآن في مقتل 6 أشخاص وتدمير نحو 500 مبنى وتشريد عشرات الآلاف من منازلهم وتهديد مدن. السبب وفق حاكم ولاية كاليفورنيا هو التغير المناخي، معلنا أنه سيطلب الدعم الفيدرالي من الرئيس دونالد ترامب شخصيا. عموما، للمزيد حول هذا الموضوع معنا من أورليانز في ولاية ماساتشوستس الباحثة في برنامج الأمن والتغير البيئي بمركز ويلسون شيري جودمان. سيدة جودمان، أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية في غرفة الأخبار. الديمقراطيون يقولون بأن هذه الحرائق هي نتاج سياسة ترامب المعادية للبيئة، هل هذا الطرح دقيق برأيك؟ هذه الحرائق بطبيعة الحال تفاقمت وأصبحت أسوأ بسبب التغير المناخي، لأن هناك جفافا أكثر ونرى حرائق ضخمة، وهذه المآسي التي تعرضونها على مشاهديكم في الوقت الحالي. بطبيعة الحال الرئيس الحالي لا يعتقد أن هذا الأمر جاد، وبالتالي الأمور أسوأ. كيف ستتعامل الحكومة الأمريكية خصوصا الفيدرالية مع هذه التطورات برأيك؟ الحكومة الاتحادية لا تقدم مساعدات كافية، وهي لا تعترف أصلا أن التغير المناخي يفاقم هذه الحرائق، ولذلك علينا أن نقلل الانبعاثات الكربونية ونتحول إلى طاقة نظيفة، وكذلك ننقذ الأرواح وحياة الكثيرين الذين هم معرضون للخطر الآن بسبب هذه الحرائق، ليس في كاليفورنيا فقط وإنما أيضا في أماكن أخرى في الضواحي و11 ولاية أخرى والعديد من المقاطعات. وهذه الحرائق تنشب بشكل أكثر تدميرا بسبب الحرارة في 20 سنة الأخيرة، وهذا هو المسار الذي يسوء أكثر فأكثر بسبب سياسة ترامب. ولذلك علينا مواجهة التغير المناخي والإقرار بذلك عبر تقليل الانبعاثات الكربونية وجعل مدننا أكثر نظافة وأكثر استدامة وتقليل كل ما يؤدي إلى تلوث البيئة للحفاظ على السكان. نحن فقدنا الكثير من الأشجار في هذه الحرائق والكثير من الأشجار التي عمرها آلاف السنين، وكذلك أشياء تعود إلى ما قبل النبي محمد، والكثير من الأمريكيين يعرفون أن هذه كارثة كبيرة وهي أكبر حرائق غابات في تاريخ ولاية كاليفورنيا. هل يمكن أن نتحدث عن ربما انحسار هذه الموجة أم نتوقع الأسوأ؟ اليوم هذه الحرائق لم تحتوى بعد، الأمور تعقدت بسبب وباء كورونا المستجد. الكثير من السكان اضطروا إلى مغادرة منازلهم إجباريا، وبالتالي تعرض الكثيرون لمخاطر نقل العدوى. لذلك هناك التغير المناخي وأيضا كورونا المستجد، هذا يضاعف المخاطر في كاليفورنيا وكذلك في باقي الأماكن. نحن نعرف أن وباء كورونا المستجد يعقد مواجهة التغير المناخي، لذلك ما علينا أن نفعل هو أن نحاول التحرك إلى طاقة أنظف لنقلل الانبعاثات الكربونية. يبدو أن هذه الحرائق باتت في المزاد السياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين، كيف ربما ستؤثر بشكل أو بآخر برأيك على يعني الانتخابات المقبلة؟ most Americans now
معظم الأمريكيين الآن يعيشون آثار التغير المناخي، سواء كان ذلك في فلوريدا وفي السواحل أو في الأماكن الداخلة، حيث هناك العديد من الأعاصير التي وقعت وكانت غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، 30 إعصارا متوقعا، وترون في كاليفورنيا هذه الحرائق وكذلك في ألاسكا والجفاف في ميدويست، وكذلك كل أنواع الكوارث الطبيعية تحدث، وهذه الأشياء تؤثر على حياة كل الأمريكيين. ولذلك أعتقد أن الأمريكيين أصبحوا يدركون أنهم بحاجة إلى قادة وقيادة تقيم بشكل جدي أضرار التغير المناخي وفعل شيء ما لمواجهة هذا التغير المناخي وتقليل أضراره. ما المطلوب برأيك؟ الذي نحتاجه بطبيعة الحال هو استثمارات كبرى وخلق وظائف في الطاقة النظيفة، وكذلك تقليل انبعاثات الكربونية وتقليل انبعاثات غاز الميثان، وكذلك تقليل التلوث من كل تلك المشتقات النفطية والغازية، والانتقال إلى اقتصاد قائم على الطاقة النظيفة وخلق وظائف في هذا الاتجاه. كذلك علينا أن نجعل مجتمعاتنا أكثر قدرة على الصمود والتعافي السريع في حال حدوث كوارث كهذه، وأن يفهموا المخاطر، وذلك حتى لا تزهق الأرواح. وأيضا علينا أن نقلل المخاطر في الوقت الذي ننتقل فيه إلى مستقبل أنظف. هل تعتقدين بأن الرئيس ترامب سيستوعب الدرس برأيك؟ كلا، أعتقد أنه ما يزال يعيش في حالة نكران، لكن بشكل متزايد جمهوريون أكثر أصبحوا يقرون بأن التغير المناخي حقيقي وأنه عليهم حمايتهم. هناك أشخاص من كلا الحزبين الآن أصبحوا يبذلون جهودا أكبر من أجل مواجهة التغير المناخي وتعبئة كذلك الإطفائيين ومختلف الوكالات المحلية في الولايات، ذلك من أجل مواجهة التغير المناخي. هناك قواعد عسكرية مهمة في كاليفورنيا، وهناك مساعدة من جانبهم لإجلاء وإخلاق إخلاء الناس الذين اقتربت النيران من منازلهم. هناك أفراد أسر في الجيش معرضون للخطر أيضا. شكرا جزيلا لك سيدة شيري جودمان، الباحثة في برنامج الأمن والتغير البيئي بمركز ويلسون. كنت معنا من أورليانز في ولاية ماساتشوستس.